شكرا. يعطيكم العافية، شكرا جاسم وشكرا غادة أكيد، ونشكر زميلنا عثمان. مشاهدينا وصلنا معاكم إلى لقائنا الثاني اليوم من صباح الخير الكويت. جهود نشطة يقوم بها المسؤولون بتوجيهات ومراقبة دائمة من خلال جولات تهدف لإتمام العملية الانتخابية ويوم الاقتراع على أتم وجه في جميع المناطق للقضاء على كافة السلبيات التي تشوه المنظر الجمالي في دولتنا الحبيبة الكويت. نعم أكيد ورود، ومثل ما أنتم عارفين مشاهدينا تمر الكويت في هذه الأيام بالعرس الديمقراطي، فلذلك يقوم اليوم مفتشو النظافة بدورهم في تجهيز المقار الانتخابية والمنطقة المحيطة بمقار الاقتراع ومتابعتها. وفي هذا السياق يسعدنا أن نستضيف المهندس محمد صرخو مدير فرع بلدية محافظة الفروانية. وصبح عليك بالخير، حياك الله معنا. صباحكم الله بالخير وشاكر لكم على الاستضافة. حياك الله وأهلا وسهلا فيك، منورنا بصباح الخير يا كويت. طبعا دوركم أكيد في الإدارة دور حيوي في جميع المواسم، لكن احنا اليوم نبي نتكلم مثل ما قال زميلي العزيز أكيد عبد الرحمن، أن احنا في عرس ديمقراطي وموسم أمة 2022 الانتخابات، فنبي نعرف مساهماتكم في التجهيزات، يعني وشنو هي المساهمات وشنو هو دوركم من خلال يعني هذه الفترة وموسم 2022 انتخابات. احنا كبلدية الكويت طبعا احنا دورنا ما ينتهي عند فتح باب الترشيح. نعم. ايضا نستمر في فترة الاقتراع وما بعد انتهاء فترة الاقتراع. طبعا احنا عندنا على سبيل المثال الفترة الحالية من فتح باب الترشيح في عندنا إدارات معنية في ترخيص المقار الانتخابية وترخيص الإعلانات. ترخيص المقار الانتخابية يعني ولا أوضح للأخوة بشكل أكبر أنه مسموح كل مرشح أنه يكون عنده مقارين، من ضمنها ممكن يكون منزل المرشح. نعم. طبعا في بعض المستندات يقدمها حق إدارة النظافة العامة وشغلات الطرق، منها بداية لازم يكون عنده كتاب ترشيح معتمد من وزارة الداخلية. نعم. الموقع اللي طالبه هو وفيه صوت بطاقة مدنية مع في تعهد بالمحافظة وإعادة الوضع لما كان عليه. جميل. أنا طبعا ركزت على هذه لأنه في ملاحظات احنا تواجهنا في هذا الموضوع ما بعد الانتخابات، يعني ما بعد الانتخابات وأثناء الانتخابات. طبعا بعد ما يقر المقر له ويعتمد يروح حق إدارة معنية أخرى في للحصول على تراخيص الإعلانات اللي راح يستعين فيها في نطاق مقر الانتخاب. ممتاز. إذا ثلاث أشياء يسويها عدل، اللي هي رخصة، كتاب الترشح اللي وهذا اللي قدمه انك انت مرشح صدق. نعم. وعندك تراخيص إعلانات. نعم. وعندك تعهد بالمحافظة على إعادة المكان مثل ما كان. بالضبط. صح؟ بالضبط. إيه؟ في فريق آخر أيضا رقابي. نعم. طبعا مثل ما قلنا في فريق يعني يقوم في ترخيص. نعم. في فريق أيضا يعمل رقابي بحيث أنه بعض يعني يحضرون يشوفون المقر حتى قبل يسلمون قبل يرخص. قبل يرخص. طبعا في شغلة مهمة أحب أذكرها أنه أيضا المقر منه يعتمد يوافق عليه ايضا اخوان وزاره الداخليه موافقه الاطفاء على الشروط. جميل. العامه. في فرق اخرى يعني في بعض الاخوان يعني قبل يترشح حاط لوحه اساس يحجز المقر على سبيل المثال. شفنا هالشيء. طبعا هذا مرفوض طبعا. في هذا مخالف للقانون. مخالف طبعا. نعم. الشيء الثاني ايضا احنا المواقع نثبتها، عندنا برنامج جي اس خرائط اساس نحدد انه كل مرشح راح يبين انه عنده مقرين بحيث انه لا يروح منطقه ثانيه يحجز مقر ثالث او رابع أو يعني ممنوع حلو. ان المرشح يكون له اكثر من مقرين. بالضبط. فقط يحق له مقرين. من ضمنها اذا كان بيته ايضا يعتبر احد المقرات. يعني ما يصير مثلا يحط مقرين وبيته. لا. بيته احد المقرين المسموح له فيهم يعني. صحيح. طيب تفضل. هذا شيء زين يعني شيء ينظم العمليه الانتخابيه احسن ما مرشح يحط له بكل منطقه مقر. صحيح. وين يلحق اصلا يجاوب. والبيت ايضا يحتاج موافقه الجيران عشان تكون بصوره يعني على اساس لا يكون يعني اكيد طبعا يعني فهم من كلامك كذا الجار شكه ما يصير
لا هو قبله لازم يجيب موافقه الجاري. بالضبط. من جارك بعد تسوي زحمه سيارات تضايق الناس اكيد هم شيء مو زين. بالمناسبه امس يمكن شفنا فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي يعني شفنا مقر يمكن ما ادري اذا هو مرخص ومو مرخص لكن حاط عمدان بالقاع وحافر الرصيف ومخرب البلاط مال الشارع. فودنا نتكلم عن مخالفه هذا يعني تصرف وشنو ممكن يكون. طبعا القارات كلها نظمت ان الاعلانات تكون في نطاق المقر الانتخابي سواء البيت او المقر اللي مختاره هو مع اخوان في اداره النظافه. انا حسب الصوره اللي شفتها يعني مبين واضح انه برا بعيد عن المقر الانتخابي الى الرصيف على الدوار. انا اتكلم بالعموم مو بس هذا المشهد اي مشهد اخر راح يكون في اجراءات مخالفه وازاله ومخالفاتها يعني عشان تكون بصوره يعني اذا نبي نعرف شنو هي المخالفات لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 3000 دينار هذا حق الاعلان واحد وازالته هذا حق الاعلان هذا اعلان الواحد زين ويرجع الطابق مثل ما كان اي يرجع الحال لو تلاحظون انا ذكرت تعهد التعهد اعاده الوضع لما كان عليه يعني مو صب خلاص انا ومش حالك على قولتهم لا في اجراء تخيل انا لو كل اعلان اخالفه 3000 الامور هذا في عندنا ايضا بنفس الوقت احنا طبعا بعد ما نستلم بشكل نهائي جدول المدارس مراكز الاقتراع من الداخليه احنا يكون عندنا دائما ضابط اتصال مع الاخوان في الامن العام مع الجهات الاخرى في الاعداد لهذه الاماكن يعني مثلا نبي نخلي السيارات اللي موجوده بالساحه لانها تسكر تنظيف الحواجز طبعا لحد الحين احنا ما وصلنا فتره الاقتراع هذا كلها تجهيزات يعني كل الثلاث فرق تشتغل بشكل متوازي وبنفس الوقت فتره الاقتراع ايضا احنا طاقمنا مساند ومتواجدين احيانا ميدانيا ايضا عندي نقطه يعني هم ورود بدنا ننبه عليها وننبه ايضا الساده المرشحين اليوم بعض المقرات الانتخابيه مثل ما انتم عارفين يبون صياخ شاورما ونار وبوفيهات هم فيها والخيام اليوم بعد كلها خام صحيح وممكن تصير هناك حرائق فخلينا نتكلم عن جانب الامن والسلامه وش كثر مهم ان اليوم المرشح يلتزم بهذه الجوانب عشان لا سمح الله ما تقع هناك حرائق ولا اي مشاكل مع الناس وبعض الناس يحطون جنريتر كهرباء فعلا وهو ذكر ان اساسا قبل لا تعطونهم المقر لازم تاخذون اذن اعتقد وتاكدون من الاطفاء والداخليه هذا اشرت له مثل ما تفضل اخوي عبد الرحمن هذا من جوانب مهمه يعني لانك انت في تجمعات راح تصير في هذا المكان سواء هذا الخيمة مغلقة أو مفتوحة فواحدة من أهم الشروط هي شروط الإطفاء سواء قبل أو أثناء أو حتى بعد يعني ما إزالة المكان يعني شروط الإطفاء من الشروط الأساسية يعني ممكن إذا رفضوا لا ممكن يزال هذا المكان يعني اكيد طبعا طيب يعني احنا فهمت من كلامك استاذ ان في عندكم تعاون مشترك بين البلديه ويعني ادارتكم مع ادارات اخرى وجهات اخرى يعني مؤسسات بالدوله كلمنا عن هذا التعاون طبعا احنا دائما عندنا اجتماعات دوريه كلجنه عليا في البلديه حلو. مثل وزاره الداخليه احنا على اساس نسرع ويكون في تعاون امثل دائما يكون في ترشيح لضباط الاتصال مثلا من وزاره التربيه او العدل او الامن العام حسب كل محافظه مع عناصر البلديه نشوف احتياجاتهم نشوف شنو يحتاجون مسانده داخل المدرسه محيط المدرسه تجهيزات عماله طبعا قبل حتى ما عندنا مشكله فيها واثناء فتره الاقتراع احنا يمكن عندنا التحدي الأكبر لما يكون بعد انتهاء الاقتراع احنا مطالبين يعني نساند الاخوان في وزاره التربيه في اعاده المدارس مثل ما كانت مثل ما استلمتوها لان راح ندخل في موسم دراسي صحيح مثل ما انت عارفين يمكن فترات السابقه كان يمكن اخر انتخابات مجلس البلدي شوي كان الاقبال ضعيف ساعدنا يعني اغلاق صناديق مبكر شوي ساعدنا بس الحين اتوقع راح يكون فتره متاخره واتوقع راح يعني نقوم في عمل يعني استثنائي في الحاله يعني عندكم اعتقد يومين
اقل حتى يومين والله. ايه؟ هم يومين. شوف صح. هم احنا نشتغل على شغلتين اللي ايه؟ هو اعمال تنظيف ايه؟ والازاله والتنظيم اعاده تنظيم الصفوف ايه؟ طبعا مع اخواننا وزملائنا في وزاره التربيه. نعم. يعني نحاول نطلعهم راضين يعني ربع تعاونوا وما ذلوا. هذا القصد من السؤال بالبدايه انه في تعاون مشترك. نعم بين نعم نعم نعم. طيب بالنسبه حق مقر الاقتراع طبعا عندكم فرق تفتيشيه تطلع وتشوف شنو قاعد يصير في هذه المقار اللي قبل شوي تكلم طبعا عنها. طبعا احنا دورنا هني يوقف احنا ايه؟ كاستعدادات تنظيميه ايه؟ دورنا يوقف في فرق اخرى من العدل من وزاره التربيه الامن العام موجودين في هذا ايه؟ احنا بس مثل ما قلت لك احنا تجهيز المقر. نعم. اما التفاصيل الاخرى ما تجهيز نقدر. المقر واستلام المقر. نعم. طبعا حتى نعم. اثناء الاقتراع نعم. في فرق أخرى تتحرك على المخالفات طبعا مثلا على سبيل المثال الأمن العام مثلا أحيانا يسمح في الأجواء هذه الحارة أن تكون في استراحات بس تكون خالية من اللوحات الإعلانية أو أي غرفة صغيرة حق الناس يريحون فيها حق العاملين مثل جو رطب جو حار بيوفهم يعني. ودي أتكلم أيضا معك عن نقطة مهمة يعني أكيد لكم تجارب سابقة في يعني انتخابات سابقة أكثر الأغلاط اللي كانوا يسوونها بعض المرشحين في المقر الانتخابية شنو كانت ملاحظتكم يعني؟ بعض المرشحين يعني وبعض كوادرهم انا اقول ان كان يركز على الانتشار العشوائي للاعلانات يعني او ان لما راجع مثلا الاخوان بين لهم المخالفات مثلا كان شوي يصير بعض الشد من الكوادر يعني عندهم سيناريو ان منافسين قاموا يخاصمونه زي من خلال الجهه الحكوميه أيه. انا احب اقول بهذا الشان يعني صار الحين الناخب ذكي يعني وحساس للامانه أيه. انا طبعا استشفيته من خلال وجود الميداني بمعنى انه لما يشوفون مرشح مثل عنده اعلانات عشوائيه أيه. بكثره ومخالفه صوره سلبيه تنتقل له للمرشح للناخب. للناخب صورة سلبية للمرشح توصل لك يعني تقصد من كلامك أن المرشح الزين مو بكثرة اللوحات بالضبط. أكيد طبعا بالضبط. بالعكس بالضبط. كثرة اللوحات قد تحجب الرؤية أحيانا لقائدي المركبات قد تسبب صح. بعض المشاكل خصوصا اللي فيها كشافات فعلا. كهربائية فتقصد أن يعني الواحد شوي يقتصد باللوحات يعني ويحط على أماكن البارزة بس كافي ويرخص هذه الإعلانات أنا أقول له لا تقطق لك على الإعلانات خليك متواصل مع الجمهور الناس في الوقت الحالي تبي تشوف طرحك غلطة منك ممكن تحجب عنك نعم ممكن وأي سلوك غير مرخص من قبل بلدية الكويت نا. قد يعرضك اليوم للمساءلة القانونية وقد يشوه سمعتك يعني صورتك انت نعم بالتأكيد لأن هذه بلدك إذا ما حافظت عليها وحافظت على قوانينها نعم. كانت سلبية يعني فعلا وانت يعني شخص مرشح نفسك لابد أنك تمثل الشعب تمثيل صحيح وحسن ويعني بضبط. تكون قدوة حسنة للناس اللي يعني بينتخبونك نعم. طيب السؤال المهم اللي يطرح نفسه أيضا أنه وين وزارة أو وين عفوا البلدية من الخدمات الإلكترونية يعني تدري إحنا الحين ما شاء الله عندنا تطبيق سهل وعندنا تطبيقات ويعني مواكبة حتى عندهم مو مقصرين إيه بس أنا هذا إحنا نبي نسلط الضوء إحنا عندنا إحنا برنامج طبعا ترخيص الإعلانات نعم. وبرنامج ترخيص المقارات الانتخابية جميل. ولكن احنا في شيء مرتبط بشيء اللي هو انه لازم يكون عندي مقر حتى ارخص اعلان اي والمقر اللي يتم اختياره مثل مخيمات البر لازم يتحدد على برنامج جي اس يعني مو اي براحة تشوفونها يا جماعة تحطون فيها خيمة ما يصير يعني مثلا عبد الرحمن بيجي بيحجز مكان زين من الحين ما في هذا الشيء لازم يكون في طلب ترشيح حقيقي ويكون عندك كتاب محدد المكان هذا نعم. يعني هي سالفة أحيانا بعضهم يعتقد أنا خلى أحجزها من الحين زين عشان لا حد ياخذ يعني افهم من كلامك ان انتم فعلا يعني عندكم خدمات الكترونيه نعم نعم ولكن نعم. هناك شروط وهناك ضوابط وهناك خطوات نعم تمام انا حتى انا قلت لك بالبدايه لكل شخص مقرين اي خلينا نفترض يا الفروانيه حجز مقرين وعنده منطقه مثلا تقع في محافظه اخرى اي شلون يستعلمون في هذا الشيء اكيد راح يبلغونك الجماعه اللي هناك
من غير ما تبغى في برنامج جاي اس يبين مثبت عليه ان الريال حاجز بمحافظه ثانيه. عموما قواكم الله وجهودكم بارزه في الانتخابات السابقه وان شاء الله تستمر هذه الجهود بالتميز والتالق ان شاء الله. لا شك ان هناك طاقم كبير يعمل معاكم اليوم لنجاح هذه العمليه. قواكم الله. وحاب اذكر بخصوص خدمات الالكترونيه اليوم بلديه الكويت عندها تطبيق مميز اعتقد اسمه بلديه. نعم كذي. ايضا في خدمات الكترونيه كامله بالاضافه الى الخدمات في تطبيق سهل وبالاضافه الى تطبيق مميز ثاني هم تابع للبلديه اللي هو تطبيق الجنائز اللي هو تابع لاداره الجنائز في بلديه الكويت. هذه كلها تطبيقات الكترونيه اليوم بلديه الكويت قاعد تساهم في دفع عجله التطور الالكتروني. نعم جدا مهم اليوم يعني يوفر الوقت والجهد. نعم. صراحه وسهل. صحيح. نورتنا وشرفتنا وعساكم على القوه ونتمنى لكم التوفيق اكيد في امه 2022 انتخابات هالسنه ان شاء الله. توفيق للجميع ان شاء الله. وهذا طبعا شيء يعني مو غريب على بلديه الكويت يعني. تحياتنا لكم جميعا اكيد للبلديه ولكل الجهات اللي متعاونه معاكم طبعا. نعم. علشان نظهر بالصوره الجميله ومحافظه على بيئه ونظافه دوله الكويت. والله انا شاكر لكم وشاكر مشاركاتكم المتميزه في نقل يعني الانتخابات الفاتت وجهود الجهات المشاركه صراحه جهود استثنائيه ويعطيكم العافيه صراحه. الله يعافيك ويسلمك. مشاهدينا هذا كان ضيفنا مدير فرع بلديه محافظه الفروانيه الاستاذ محمد صرخوه. كل الشكر وعسى الله يعطيك الصحه والعافيه. ننتقل حق جاسم. نعم جاسم. شوف جاسم وين بيودينا. كل الشكر لكم ولضيفكم المهندس محمد صرخوه وراح نكون